حياكم الله مشاهدينا. أعلنت شركة تسويق النفط في العراق سومو أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي في غضون شهر أيار الماضي. وذكر سومو أن 8 شركات صينية من مجموعة 32 شركة كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، تليها الشركات الهندية بواقع 7 شركات، تلتها الشركات الأمريكية بأربع شركات، إلى جانب عدد من الشركات الأوروبية والآسيوية. ازدادت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية لتسجل 228 مليون دولار أمريكي. فقد ذكرت مصادر صحفية أن مزاد البنك المركزي شهد ازديادا في مبيعاته بنسبة فاقت 5% لتصل إلى 228 مليون و560,634 دولارا. غطاه البنك المركزي صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا للدولار الواحد. قد ذهبت المشتريات البالغة 192 مليونا و320,615 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، في حين ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليونا و240,000 دولار بشكل نقدي. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول 6 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار عراقي في الأسبوع الماضي. وذكر السوق في تقرير له أن عدد الشركات المتداول أسهمها في الأسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة، في حين تداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي أوامر الشراء مع أوامر البيع، ويستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي المالي تريليون درهم إماراتي للمرة الأولى في تاريخه منذ بدء جلسة الأحد. قد جاء هذا الازدياد بالقيمة السوقية مع إدراج شركة ألفا ظبي كأكبر إدراج في سوق أبو ظبي، وذلك بعد شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017. وبدأ التداول على سهم ألفا ظبي بسعر 20 درهما فقط لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 200 مليار درهم. كانت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي قد وصلت إلى نحو 951 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. أعلنت الحكومة السودانية أنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة في شهر حزيران الحالي. أضافت الحكومة السودانية أن البلاد ستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25% ضمن إجراءات أوسع، مبينة أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري ليشمل 3 ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد في غضون شهرين. كان السودان قد قرر من قبل في هذا الشهر رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، في حين قرر في شهر شباط الماضي خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة السعر الصرف المرن. ذكرت تقارير صحفية أنه بإمكان شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين أن تجني أكثر من 50 مليار دولار من العائدات المالية لمبيعات لقاح كورونا للعام الحالي. وتتوقع شركة فايزر أن تصل مكاسبها إلى 26 مليار دولار هذا العام إذا ازدادت أرباح الربع الأول من عام 2021 عما كانت عليه من عام 2020 بنسبة 44%. وبالمثل تتوقع شركة موديرنا تحقيق أكثر من 18 مليار دولار لتحصل بذلك المرة الأولى على أرباح بمليارات الدولارات. وقد ازداد سعر سهم شركة موديرنا إلى أكثر من 700% منذ شهر شباط عام 2020، في حين ازدادت بيونتك بنسبة 600%. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.